بسم الله الرحمن الرحيم. لمن سألني عن توصيل الإنترنت بمعمل الحاسب، هناك طريقة أعرفها، وهي النقطة المتصلة، النقطة التي تصل ما بين طابعة المعمل والشبكة نفسها، يمكن استخدامها في توصيل الراوتر. فنفصل الكيبل الشبكة عن الطابعة ونوصله بالراوتر، ثم نغلق أجهزة المعمل تماما حتى المنظمات وقاطع التيار الكهربائي. ننتظر 5 دقائق ثم نشغل التيار الكهربائي ونشغل جهاز المعلمة، ومنها نستطيع تشغيل أجهزة المعمل، فنرى أن الإنترنت يشتغل على الأجهزة.